نعم، أهل الكهف فتية كما قال الله جل وعلا: آمنوا بربهم. كان قومهم على الشرك، كان قومهم على الشرك فأنكروا الشرك، ولكنهم خشوا على دينهم من أن الكفار يصرفونهم عن دينهم، فخرجوا من البلد فارين بدينهم، خرجوا من البلد فارين بدينهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذا إنكار على قومهم: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله، من دونه آلهة، لولا يأتون عليه، يعني هل لا يأتون عليهم لولا يأتون عليهم بسلطان، يعني حجة. المشرك ليس له حجة إلا التقليد واتباع الناس على ما هم عليه، ليس له حجة. الحجة على التوحيد ما هي على الشرك. المشرك ليس له حجة أبد إلا شبهات، مجرد شبهات، وإلا فالشرك ليس له حجة أبدا، إنما هي شبهات وتمويهات فقط. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا كما في قوله: إن الشرك لظلم عظيم. فهم لما أشركوا بالله صاروا ظلمة، أعظم الظلم، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. وين يروحون؟ اختاروا أنهم يذهبون إلى كهف، إلى غار، إلى غار يدخلون فيه، يلجؤون فيه ويختفون فيه، يختفون فيه عن قومهم لئلا يخرجوا في طلبهم. وانظر إلى شبه هذا بقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لما اختفى هو وصاحبه في غار ثور، في غار ثور، حتى انقطع طلب المشركين عنهم. فهؤلاء الفتية اختفوا في هذا الغار من أجل ألا يمسكهم الكفار. ثم أصابهم النوم، بينما هم كذلك أصابهم النوم، أصابهم النوم ومعهم كلبهم، أصابه النوم مثلهم، وبقوا سنين أعلمها إلا الله عز وجل وهم نائمون، والله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تحترق جنوبهم من طول المكث، وطالت شعورهم وطالت أظفارهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم في الغار وهم على هذه الحالة بعد السنين الطويلة وهم نيام ينظرون، واللي يشوفهم يحسبهم مستيقظين وهم نيام، يحسبهم أيقاظ، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ينظرون إلى الداخل وهم نيام. هذا من آيات الله عز وجل. فهؤلاء هم أصحاب الكهف. ولما استيقظوا بعد مدة طويلة، 300 سنين وازدادوا 9 أو أكثر، الله أعلم، قل الله أعلم بما لبثوا. لما استيقظوا يحسبون أن توهم لبثنا يوما أو بعض يوم، يحسبون هم ناموا أول النهار واستيقظوا في المساء، ويحسبونهم في يومهم لا يزالون. ثم إنهم وجدوا الجوع فأرسلوا من يشتري لهم الطعام، وإذا بالبلد متغير والذين عليه أسلموا والملك أسلم، وهم يظنون الجيل الأول أنه باقي. فلما رأوا هذا الشخص استغربوه،
استغرب هذا الشخص، والنقود اللي معه قديمة، معه ورق يعني نقود من الفضة، بيشتريها من ضرب السلطان الأول اللي له قرون. استغرب الناس منين جاب هالنقود هذه. فلما أحس أنهم تنبهوا له هرب، فلما جاء إلى أصحابه وإذا هم قد ماتوا، إذا الله قد قبض أرواحهم. جاء الناس بأثره فوجدوهم موتى في الغار، تشاوروا ماذا يصنعون بهم كما في آخر القصة في الآية. الشاهد قولهم إنهم إن يظهروا عليكم، يعني ينتصروا عليكم، يرجموكم لأجل دينكم، أو يعيدوكم في ملتهم، يرجموكم لأجل أن تعودوا إلى ملتهم، أو يقتلوكم بالحجارة. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا، ولن تفلحوا إذن أبدا. إذا رجعتم إلى ملتهم بسبب التهديد وبسبب الضرب فلن تفلحوا إذن أبدا. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عن عقيدته في حال من الأحوال، حتى ولو قتل ولو حرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت. فالإنسان ما يتنازل عن دينه، أما كونه يترخص في الظاهر عند الإكراه هذا شيء آخر، لكن كونه يتنازل عن دينه إلى دين المشركين هذا لا يجوز في حال من الأحوال، حتى ولو قتل ما يتنازل عن دينه. الذي قرب الذباب وخلي سبيله دخل النار لما وافقهم على دينهم، ذبح طاعة لهم دخل النار. نعم.